الجيش العراقي استاذ محمد، الجيش العراقي جيش عظيم، الجيش العراقي ما يتبع لاي دوله، الجيش العراقي يتبع بس للعراق، لكن مع الاسف السياسيين والمعممين زرعوا به بعض الخائنين وبعض العملاء اللي تابعين لايران. اي شخص هسه، اي شخص من رئيس الجمهوريه لاصغر موظف ما يستطيع ان يعارض اي واحد من السياسيين الايرانيين على اي تصريح يصرح به. من هو اللي يقدر يعارض؟ المالكي لو العامري لو المهندس لو الخزعلي لو السيستاني لو حتى هذول البقيه المعممين، من يقدر يعارض؟ يعني صدام حسين لما جرحهم السم بالحرب العراقيه الايرانيه، الموجودين بالحكم حاليا خلوهم يستنشقون عطر الورد، خسارتهم الحرب ملأت صدورهم غل وحقد على العراق، فدخلوا عن طريق عملائهم من اللي يعتبرون نفسهم سياسيين ومكنوهم من كل شبر من ارض العراق استاذ محمد. واخرها يعني اخرها صدرت لهم اوامر بالتغيير الديموغرافي في المحافظات السنيه، وبداوا هسه يوزعون اراضي الميليشياتهم بالمحافظات السنيه. نعم. حتى هذا خلاف القانون اللي يقول توزيع قطعه ارض لاي مواطن يجب ان تكون بمحافظته. لكن ماكو قانون، ماكو قانون اذا ما خلفوه باوامر ايرانيه. باسم السليماني استاذ محمد مسيطر على كل الحكومه وبموافقه الجميع من سياسيين برلمانيين معممين، الا ما رحم ربي، وما رحم ربي مع الاسف ينعد على اصابع اليد الوحده. الجيش العراقي يبقى جيش عظيم استاذ محمد. نعم. ولو اكو سياده العراق يقولون احنا عندنا سياده، ما كان رفعوا صور الخميني المقبور وخامنئي.